مدينة السلام ومهد الأديان طبعا شرم الشيخ وكذلك المراكز الإدارية التابعة ليها من أبرز الأماكن اللي فيها سلام ومعروفة على مستوى العالم طبعا مدينة سانت كاترين هي يعني مهد الحضارات واللي كان فيها النبي موسى المكان المقدس زي ما بيقولوا المكان ده فعلا هيكون مقدس وده الاسم اللي اختاروه انه هيا بنا نصلي من اجل السلام في العالم. محافظ جنوب سيناء سيادة اللواء خالد فودة بيجري تحضيرات وجلسات تحضيرية عشان يعملوا هذا الحدث العالمي الخاص بهيا بنا نصلي من اجل السلام المقرر اقامته يوم 29 سبتمبر وحتى 2 اكتوبر القادمين بالوادي المقدس بمحافظة جنوب سيناء ومدينة سانت كاترين على وجه التحديد بمشاركة ممثلين عن وزارة الطيران والسياحة والثقافة والشباب والرياضة. هيتم التجهيز لهذه الاحتفالية بما يتماشى مع عمل أو تنظيم فعاليات معينة تتناسب أو تتماشى مع رؤية مصر لنشر الحب والسلام من خلال الصلاة والمناجاة بالوادي المقدس. أشار كمان محافظ جنوب سيناء لتوجيه الدعوة هذا العام لوزيرة التسامح الإماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القسمي وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تودروس وسفراء وقناص العدد من دول العالم أو الدول في مصر منهم طبعا السفير الأمريكي والبريطاني والإيطالي والفرنسي وعدد من نجوم الفن والمجتمع للمشاركة في فعاليات هذه الاحتفالية واللي هتقام إن شاء الله في الفترة من يوم 29 سبتمبر ل 2 أكتوبر القادمين بالوادي المقدس بمدينة سانت كاترين. في إطار آخر بيستضيف مركز الحرية والإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالأسكندرية بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية اليوم يوم الثقافة الكوري. أكد مدير المركز أن فعاليات اليوم الكوري هتبدأ بكلمة مدير المركز الثقافي الكوري وتليها فقرات برنامج متضمنة معرض للأدوات الموسيقية التقليدية الكورية وكمان أبرز المعالم الحضارية لكوريا تحت عنوان صور من كوريا. كمان الفعاليات بتضم عدد من العروض الفنية الراقصة بمشاركة الجمهور وبيستضيف متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية بقاعة حامد عويس معرضا للفن الفلكلوري والكوري القديم اللي هو المنهوة وفن الخط الكوري بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في القاهرة. المهرجان الخاص بالمسرح القومي المصري في دورته التاسعة بيقدم مجموعة من العروض الجديدة الخاصة به مساء اليوم إن شاء الله هيعرض على خشبة مسرح العرايس مسرحية قواعد العشق الأربعون وتقدمها كلية الحقوق بجامعة عين شمس من إخراج محمد فؤاد وعلى مسرح ميامي بتعرض مسرحية ثورة الموتى بيقدمها قصر ثقافة الزقازيق من إخراج محمد العدلة. كمان المعرض يعرض بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحيه مسرحيه جلسه سريه من اخراج وائل محمد ويستقبل مسرح الجمهوريه حلم ليله صيف من اخراج محمد مكي. المهرجان افتتح يوم الثلاث الماضي بالمسرح الكبير بالاوبرا بحضور وزير الثقافه. فعاليات المهرجان هتستمر ثلاث اسابيع حتى يوم 8 اغسطس القادم ولجنه التحكيم المهرجان هتترأسها الفنانه القديره سميحه ايوب. لبنان أضافت مهرجانين جديدين لمهرجانات الصيف المزدحم بالفعل مهرجان بعلبك ومهرجان إهدانيات اللي إن شاء الله هيتم انطلاقهم أو تم انطلاقهم بالفعل يوم الجمعة الماضية. في كمان مهرجانات جديدة في لبنان.
وزير الثقافة اللبناني ريمون عريجي قال إن لبنان بيقدر قيمة الفن والثقافة ولن نتمنعه التهديدات الأمنية من تنظيم المهرجانات الخاصة بلبنان باعتبار المهرجانات والفن من هوية لبنان ومن الثقافة اللبنانية. خلينا نتابع مع حضراتكم التقرير ده. بمشاركة فنانين عالميين وعرب بدأ موسم مهرجانات لبنان الصيفي المزدحم بإضافة مهرجانين جديدين. المهرجانان الجديدان هما بعلبك وإهدانيات اللذان انطلقا بعرض جديد يحمل اسم إبحار عبر الزمن لفرقة كاراكلا في بعلبك، كما يتضمن حفلا للمطربة اللبنانية الشهيرة مجد الرومي في مدينة إهدن. اليوم كله رمزية، رمزية المكان، رمزية بعلبك، اليوم تاريخية بعلبك، رمزية بعلبك لقربة من الحدود ومن الجماعات الإرهابية اللي عم جرب تلغي كل شيء، البشر والحجر والثقافة. رمزية المشاركين، لجنة مهرجانات بعلبك، فرقة كاراكلا بتعرف غنية عن التعريف، ورمزية الزمان عيد الستين لبعلبك وهالوضع الصعب. معروف عن لبنان أنه يقدر قيمة الثقافة، فبرغم التحديات الأمنية إلى أن ذلك لم يمنع اللبنانيين من ممارسة فن الحياة بتنظيم مهرجاناتهم الثقافية المعتادة وحضور حفلات افتتاحها، ومن بينها الدورة 60 لمهرجانات بعلبك الدولية التي اكتمل عددها في يومها الأول. كتير حلو، رائع، ما في غير كاراكلا بيقدر يعمل لك شيء فظيع، الكوستيم وكل البرزنتاسيون وكل الرقص وكل الصبايا يعطيهم العافيه، الجيش كل مطرح وحسينا بالامن وما عم نفكر بغير شيء. في إهدن بشمال لبنان افتتحت الفنانة مجد الرومي مهرجان إهدانيات الدولي وأطربت الحضور بغنائها عن لبنان والحب والسلام، كما أعرب الحضور عن سعادتهم الغامرة ومتعتهم الكبيرة بحضور حفل مجد الرومي. جاتي أنا ولبنان وحده، ليس عرزا ولا جبالا. ومن المقرر أن يستمر مهرجان بعلبك وإهدانيات الدوليان في لبنان طوال شهر أغسطس المقبل كغيرهما من المهرجانات الصيفية العديدة التي تستضيفها هذه المدينة التاريخية العريقة التي تحمل الكثير من الحضارات المختلفة عبر الزمن. وما زلنا مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح بالعديد من الفقرات المتنوعة والمختلفة، ولكن بعد هذا الفاصل. فيما يعتبر أبرد سباق في العالم، تحدى 52 متنافسا من 18 دولة أقصى درجة من الصقيع بالقطب الشمالي بالاشتراك في ماراثون للعدو وسط درجة حرارة وصلت إلى 41 درجة تحت الصفر. تأخر السباق هذا العام لمدة أسبوع بسبب الظروف الجوية القاسية التي أدت إلى تصدع مهبط الطائرات على قمة الجبل الجليدي، وتسببت في تأجيل وصول العدائين والمسؤولين عن السباق. أقيم الماراثون على المياه المتجمدة للبحر القطبي انطلاقا من قاعدة بارينو الروسية في المنطقة الجليدية، وانتشر عدد من القناصة على قمم الجبال الجليدية حول حلبة الماراثون لحماية المتسابقين من الدببة القطبية. جميع المتسابقين استطاعوا الوصول إلى خط النهاية، لكن أسرع نهاية حققها الأمريكي دورين وينجر في 5 ساعات و17 دقيقة، وفي فئة السيدات الروسية جولز هامال في 5 ساعات و50 دقيقة. أما
الهتاف والتصفيق الأكبر في السباق، فكان من نصيب المتسابق الفرنسي برونو لوجيس الذي أصيب بالتصلب المتعدد منذ 5 سنوات، لكنه تحدى إعاقته وأكمل السباق في 9 ساعات و47 دقيقة. مشهد ساحر للطبيعة اكتذب الزوار الذين تدفقوا على غابة هالربوس البلجيكية منذ الصباح الباكر للاستمتاع بموسم ازدهار ظهور الأجراس الزرقاء التي كست المنطقة. ومنذ عدة أسابيع فقط بدأت الزهور تكسو مساحة 250 إلى 300 هكتار ببساط أزرق بنفسجي، أعطى الغابة إحساسا سحريا جذب الزائرين من جميع أنحاء العالم. هذا العام كان الأكثر شهرة للغابة المعروفة باسم الغابة الزرقاء، حيث شارك الزوار صور الزهور على وسائل الاتصال الاجتماعي وانتشرت عبر العالم. ونظرا لرطوبة التربة بالغابة تنمو الأزهار الزرقاء التي أصبحت حديث العالم، كما أن الشتاء البلجيكي غير القارس يوفر عاملا مساعدا لازدهار هذا الجمال الأخاذ. نروح لمدينة البتراء الأردنية، هي من أهم المدن المهتمة بالتراث العالمي، لكن هذه المرة هي مصدر إلهام وراء ألبوم جديد للوك أكينو عازف البوق الشهير واللي بيقود فرقة شهيرة للجاز. هيستضيف أو هتستضيف مدينة البتراء هذا العازف وفرقته. ألبوم الجديد هيكون وهيتم وسط منطقة أثرية قديمة بتعد جزء لا يتجزأ من إنتاجه. هيستخدم 20 مكبر صوت في هذا التسجيل، هيستغل كمان الصوتيات الطبيعية للبتراء الصغيرة لتحقيق جودة وطبيعية أكتر في الصوت. في الحقيقة كمان في مشاركات عالمية من الموسيقيين من أرجاء العالم، لا سيما من أرمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأردن سوريا، في مزيج دولي رائع. وتقيل وبتقول مديرة الأوركسترا الوطني الأردني إن الموسيقى أداة للتواصل بين الثقافات المختلفة. سيتم التبرع بعائدات الألبوم لصالح الأوركسترا الوطني ومنطقة البتراء الأثرية، وبيسمى الألبوم البتراء، وقد صدر برعاية حملة متحدون من التراث مع أطلقتها منظمة اليونسكو وبالتعاون مع سلطة أقليم البتراء التنموي السياحي. Been traveling for 20